واللي باغي يزيد في الطريق واخا ما بغاش يزيد ما نخبوش ما كاينلاش ناخذوها. ما تمشيوش لشي مدينه ولا شي بلاصه اللي ما قادرينش عليها لانه وجهنا احسن لينا من هذاك الشيء كله. ولكن اللي الا مشيتوا وقلتوا لي قادرين انا معاكم. الله 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 بالسيد علي زخنوج رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. شكرا سعادة الرئيس على الزيارة الميمونة. تعرفوا السي أشانقلي هو اللي مرشح إن شاء الله باش يكون في المستقبل في رئاسة الجهة في البرلمان، وغادي نتعاونوا كذلك كحكومة باش هاد لي كارتي ديالكم باش يطلع المستوى ديالهم باش يتحسن المستوى ديالهم باش يكون التندوس باش تكون الصحة قريبة للمواطنين باش تكون الإنارة باش تكون الطرق يعني في المكان ديالها، لأنه بغيتكم أنكم أنتم تقتوا فينا وتيقين في الحزب ديالنا وتيقين فيا وتيقين في العمل ديالنا. بغيت نعاونكم باش تخرجوا بوجهكم أحمر في 2026 إن شاء الله. السيد الرئيس كاين واحد التجاوب مع ساكنة إنشاد مع هذا الحزب رهيب جدا اللي كنقولوا حزب التجمع الوطني الأحرار. راه سي عزيزة غنوج ولد سوس وفلاح معانا فلاح، يعني كاين واحد التجاذب والحمد لله بغينا يستمر، وهذا دليل أنه كاين واحد الحمد لله كاين اجتهاد وكاين عمل ديال ساكنة إنشاد، وبغينا ساكنة إنشاد تثق في هذا الحزب بوجودكم، وإن شاء الله نشدوا جماعة إنشاد نشدها حزب التجمع الوطني الأحرار. فرحانة بزاف بهاد التجارب اللي كنشوفها قدامي، على اليمين هاد المرشحين وعلى اليسار هادو هما الناس اللي قادوا المنطقة فلاحيا وسياسيا، وكانوا دائما جنبا إلى جنب مع الفلاح ومع وتقوا في النساء. وانا سعيده جدا بهذا الثقه اللي حرصت عليها بفضل الله سبحانه وتعالى، والعمل المتواصل اللي كان عندنا دائما في الجهه وفي المنطقه. وكنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع، واكيد اكيد ان القادم احسن وافضل باذن الله ما دامت هاد الوجوه كلها وهاد القلوب كلها رافضه في قلبها هدف نبيل وهو تنمية هذه المنطقة والرفع من المستوى ديالها. النتيجة غادي تكون إن شاء الله، النتيجة غادي تكون وهذه بداية وغادي تربحوا، وغادي إن شاء الله تاخذوا هذه لاكومين ديال إنشاد وغادي تعاودوا وغادي تخدموها مزيان، وغادي نكون بجنبكم باش تخدموها. فينما كنت غادي نعاونكم إن شاء الله، وغادي نهتم يكون الهموم كبار، غادي نهتموا بهذ لاكومين صغار وغادي نعطيهم الامكانيات. اليوم تعطاو لي طو دو كوفيرتور يعني تغطية. كنهنيكم 100% تزيد زعما هذا مشروع كبير. هذا والتغطية ماشي شي حاجة سهلة، التغطية ماشي هي تعمر، التغطية هي تقلب على البون كونديدو اللي آمن بك واللي يبغي يجي عندك، خصو بعدا يبغي يجي عندك، خصو يبغي يجي عندك، واخا تقول أنا حزب كبير ولا هذا، خصو يبغي ويآمن بك ويآمن المشروع ديالك. حنا اليوم النتائج اللي شفنا واللي عطات وزارة الداخلية كتفرحنا، حنا عندنا الصف الأول 81% ديال التغطية على المستوى الوطني. هذا كنشكر جميع المنسقين الاقليميين والجهويين وجميع الكفاءات ديال الحزب، لان تعمل يعني واحد المجهود واحد الاجتهاد اللي هو كبير باش نوصلنا لهذه النتيجه، وعندنا لا كاليتي كثيره داخل ان شاء الله هذه التغطيه اللي هي كبيره. وصلنا تقريبا 24000 يعني مرشح على الصعيد الوطني، وهذا شيء جميل ويمكن لكم تصفقوا على جميع انحاء الوطن. سنذكر باننا في الاقليم اخر انتخابات هما ديال 2015 و2016، الحمد لله كاين تواجد مهم في المواقع التمثيليه، اكثر من 50% من عدد اعضاء ديال الجماعات اللي عندنا في الاقليم ديال الاحرار ديال الحزب التجمع الوطني الاحرار 208 من 407 باش كنهيو الولايه حاليا. الترأس ديال تقريبا ثلثين ديال الجماعات 16 من 24. اليوم كيتكرس هذا الحضور
حققنا تغطية، والبارح مليح بزاف حققنا 100% في التغطية. اليوم سي عزيز ما عندناش ولو جماعة ولو دائرة واحدة، عندنا 276 دائرة، 276 دائرة في الإقليم فيها 427 عضو، 427 ما عندناش دائرة واحدة دابا اللي ما فيهاش. كان في الغرفة ولا في المجلس؟ 18 عام أنا في المجلس. والله العظيم الحمد لله، الله يبارك فيك، الله يكبر هذا هو الله يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم. قالوا لي عندك، قالوا لي جاوا عندك الناس وتهليتي فيهم، بغيت نجي نشوف. سعد الوزير بخير، كل شيء بخير، الله يكبر بيك. على جيد عندي انا، على جيد عندي انا، راه باينه حنا في تيزنيت عندنا وعند الناس اخرين الله يجزيكم بخير. راه الفايضه ديال الجيل راه داز والحمد لله. ان شاء الله الله يبارك فيكم، عسى الحمد لله الله يجزيكم بخير، الله يوفق، الله يكمل بخير. صافي الله يبارك فيكم، الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير، الله يبارك فيكم. كيف تم تيزنيت يلا